أسعد الله مساءكم وجزا لهم الأباء من التناصح. أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي لحكومة الوفاق محمد جنونو انطلاق عملية بركان الغضب لتطهير المدن الليبية من القوات المعتدية على العاصمة طرابلس. جنونو في مؤتمر صحفي صباح الأحد حول تطورات العملية العسكرية في العاصمة أوضح أن العدو يستخدم الإعلام الكاذب لبث الإشاعات المغرضة، مؤكدا أن جاهزيتهم التامة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه ضرب أمن العاصمة، داعيا الخارجين على الشرعية أن يلقوا بأسلحتهم. أقام أهل العاصمة طرابلس ظهر اليوم صلاة الجنازة على أرواح شهداء معركة وادي الدوم الثانية الهادفة لطرد الميليشيات التابعة لمجرم الحرب حفتر. وكان من بين الشهداء الطبيب أيمن الهرامة الموظف في مستشفى الجلاء للأطفال. أكدت مصادر طبية للتناصح أن حصيلة الاشتباكات في طرابلس بلغت 21 قتيلا و27 جريحا من المدنيين. وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الأحد أن حصيلة الاشتباكات التي دارت أمس السبت بمحيط العاصمة بلغت 21 قتيلا من قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق وبعض المدنيين. يشار إلى أن الوزارة قامت بتجهيز أقسام العناية والإسعاف بمستشفيات طرابلس المركزي والهضبة العام والحوادث أبو سليم واستعدادها لاستقبال جرحى الاشتباكات الجارية. قال عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ سالم الشيخي إن التعامل مع أسرى القوات التابعة للأسير خليفة حفتر يجب أن يكون تعاملا مسؤولا قانونيا وحقوقيا، مؤكدا على ضرورة إحالة ملفاتهم إلى القضاء. وأضاف شيخي في صفحته على فيسبوك إن هؤلاء الأسرى ليسوا أسرى حرب، بل هم مجرمون ومرتزقة متورطون في قتل وإفساد وتهديد للوحدة الوطنية حسب وصفه. نقلت صحيفة العربية الجديدة الإلكترونية عن مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة على الملف الليبي تلقيها من التحركات العسكرية أو تقليلها من التحركات العسكرية لقوة مجرم الحرب حفتر نحو العاصمة طرابلس. وبحسب العربية الجديد فإن المصادر أكدت أن هذه التحركات ليس من بين أهدافها في الوقت الراهن دخول العاصمة، مضيفا أن التحركات يهدف إلى توسيع أوراق الضغط. وكشفت أن ما يقوم به حفتر هو رؤية وسطية بين التصور المصري الذي يتبنى حلا سياسيا وبين الرؤية الإماراتية التي تتبنى سرعة الحسم العسكري. نقلت قناة الأحرار الليبية عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قولها إن حفتر أطلق عملياته الأخيرة صوب العاصمة بعد دعم من الإمارات وفرنسا ومصر وروسيا والسعودية، سعيا منها لإفشال الملتقى الوطني. وأضافت الصحيفة في مقال لها إن حفتر ليس منفذا أو منقذا وطنيا كما يدعي، ولا يملك جيشا محترفا، مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار قرار علني يدين حفتر. وشددت الصحيفة على إن استمرار التناقض الأمريكي بشأن ليبيا قد يدفع البلاد إلى صراع أكبر حسب قولها. أكدت قيادة القوات الأمريكية أفريكوم نقل مجموعة من قواتها من العاصمة طرابلس بسبب الاضطرابات الأمنية الأخيرة. وقالت الأفريكوم في بيانها المنشور بحسابها الرسمي على تويتر إن مهمة هذه العناصر كانت لحماية البعثات الدبلوماسية ومكافحة الإرهاب. ومن جانبه أكد قائد قوة أفريكوم توماس والدهاوزر إنهم يدعمون حكومة الوفاق وسيلتزمون بالحفاظ على أمن واستقرار ليبيا. نهاية موجز، دمتم في حفظ الله ورعايته.